أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سؤال ورد أيضا من الإنترنت، وفيه أنه يقول: من وقع في الشرك وهو جاهل فهل يحاسب على جهله؟ إذا كان بلغه القرآن وبلغته الحجة فلا يعذر بجهله ويحاسب. قد جاءه النذير وبلغته الحجة ولكنه لم يعبأ بذلك ولم يلتفت إليه، هذا لا يعذر، بلغته الحجة لا يعذر. أما إذا كان ما بلغته الحجة ولا سمع القرآن ونشأ في مكان بعيد منعزل لم يصل إليه قرآن ولا دعوة إلى الإسلام، فهذا معذور، حكمه حكم أصحاب الفترة. نعم.